كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخوف القول غرورا. كذلك جعلنا، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلنا لكل نبي عدوا يعاديهم ويدعو إلى ضدهم. من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس. شوف، بدأ بشياطين الإنس وهم دعاة الضلال وعلماء الضلال، هذا شياطين الإنس. والشيطان هو المتمرد العاتي من الجن ومن الإنس، هذا هو الشيطان. ومن الدواب أيضا، دواب فيها شياطين أيضا، وكل متمرد عات فهو شيطان، من الجن أو من الإنس أو من الدواب. شياطين الإنس والجن، بدأ بشياطين الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتوارثون الشبهات ويتوارثون الحجج الباطلة ويروجونها. يوحي بعضهم إلى بعض، والإيحاء هو الإعلام بخفية، هذا هو الإيحاء والوحي، الإعلام بخفية. فهم يلقون على أتباعهم وأشباههم وأعوانهم، يلقون عليهم هذه الشبهات من أجل أن يجادلوا بها أهل الحق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا للناس، يغتر بهم كثير من الناس، يغترون بهم وينخدعون بهم، ولا يثبت على الحق إلا القليل من الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الله شاء هذا قدرا لا يشاءه أو لا يريده شرعا، وإنما هذا قضى وقدر لحكمة، ليختبر العباد من هو الصادق في إيمانه ومن هو المنافق الذي يظهر الإيمان وهو كافر خداعا ومكرا. فلولا أن الله جعل هؤلاء شياطين الإنس والجن، جعلهم أداة اختبار، لما تبين المؤمن الصادق من المنافق. هذه حكمة الله جل وعلا.